السلام عليكم، معكم محمد وجيت لكم بمقطع جديد. مقطعنا اليوم راح يكون الرد على أسئلة المتابعين. المهم أنا نزلت بوست منتدى قبل 5 أيام وقلت لكم يعني إنكم تسألونا فيه أسئلة وراح نجاوب عليها في مقطعنا اليوم. وبنفس الوقت في متابعين جدد، يعني ما شاء الله وصلنا 1500 مشترك، في متابعين يريدوا تعرفوا على هذا الحيوان أمامكم. وهلا خلينا نروح ونجاوب على أسئلتكم. بدون مقدمة، سؤالي لك، كم عمرك؟ عمري ما بين 15 سنة. سؤالي لك، إيش لونك المفضل؟ لوني المفضل اللي هو الأصفر. إيش أكثر موقف أحرقك؟ أكثر موقف محرق صار معي يا جماعة كان قدام سنة. كنت ماشي بالدراجة الهوائية تبعي وطلعت أمامي امرأة، فأنا كنت ماشي بالخط هكذا والامرأة طلعت هكذا فصار هكذا والامرأة عملت نعم إنها المخدرة. والموقف ذا كان محرق جدا، محرق بغاية الإحراق كان عندي، فلن أنسى هذا الموقف. وخلونا ننتقل للسؤال اللي بعده. من أي محافظة أنت؟ أنا من محافظة الحديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي لك، أنت بإيش تصور؟ أصور بجوال. ليش تتأخر في تحميل الفيديوهات على اليوتيوب؟ نعم يا جماعة، الفترة الماضية كنت معي شغل وظروف وأشياء فانسحبت عن القناة لمدة 50 يوم، فرجعنا لكم الحمد لله، رجعنا فيديوهات أقوى وأقوى إن شاء الله، المزيد من التقدم والنجاح. فالسؤال اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي لك، من يصورك؟ من يصورنا؟ الآن بقول لكم من يصورنا. يا أحمد تعال. هذا اللي يصورنا يا جماعة، شوفوا ما أحلى. واستنوا القبعة، صار أحلى. كلمهم يا أحمد إنك تصورنا، أنت كلمهم. هل أنت متزوج؟ نعم نعم نعم، أنا متزوج. تزوجت عام 1550 ميلادي. السؤال اللي بعده. أسعد الله مساءك بكل خير. سؤالي لك، من تحب؟ من أحب؟ أحب أحمد. أنت كم عمرك؟ عمري 15 سنة. هل مرة بكيت بسبب رسوب؟ لا الحمد لله، لم أبكي أبدا بسبب رسوب. إيش تطمح أن تكون في المستقبل؟ أطمح في المستقبل أن أكون إن شاء الله إن شاء الله طبيب. إيش اسمك؟ اسمي محمد يوسف. أوكي يا جماعة، بس أنا خلصت نهاية مقطعنا اليوم، فأتمنى أن يكون المقطع عجبكم. كان معكم محمد يوسف، مع السلامة.